طالب حاصل على 140 من 140. الطالب محمد سيد عبد العالي. نشجع محمد سيد عبد العالي السيد المدير العام للاداره ببرامج تفضل. برافو يا محمد. طالبة خليك واقف يا محمد. طالبة الأولى مقرر حاصلة على 140 من 140 في الشهادة الإعدادية الطالبة رنا عبد الله عبد اللطيف. اتفضلي يا رنا. ما شاء الله دكتورة رنا ان شاء الله. مبروك يا رنا. عمر حسن. برافو يا رنا. 39.5 من 140 وهي زعلانه على النص درجه اللي راح منها. ان شاء الله الترم الثاني تجيب 140. الطالبه حبيبه جمال احمد. برافو يا حبيبه. معلش السعادة الدنيا سنين شوية. طالبة المتفوقة أيضا الحاصلة على المركز الثاني مقرر 139.5 من 140 الطالبة شمس عادل ريان. اتفضلي يا شمس. لا طويلة ورايا. بص هنا لك. المركز الثاني المقرر 139.5 من 140 الطالب زياد محمد وحيد. يا بنسى عشان وقت المذاكرة تحسبوه. تعالى يا بابا. الثاني مكرر ايضا. الثالث اللي جايب 139 من 140 الطالب الحسن مصطفى حسن. نشجع الحسن لان ده طالب مؤدب وحافظ للقران وما شاء الله ربنا يكرمك. هو زعلان على الدرجة لغاية دلوقتي. ربنا يديم التفوق وعبال الثانوية العامة إن شاء الله. وحياة قلبي